مساء الخير، جود ايفنينغ، بونسوار الزول، السلام عليكم. راكم في حصتكم الاسبوعيه تاع سياره، حصه توت اوبسيون في هاد الامسيه، منو سبيسيال، منو فاريي. روحوا نشوفوا لو منو ونعاودوا نولي توت اوبسيون. نبيل مغيرف وطاقم توت اوبسيون وجدوا لكم لهاد الاسبوع اختبار غونو كابتور بوهران، اطلاق شاحنه ايفيكو 680، اطلاق سياره كيا كارينس الجديده. واش رايك في سيارتك؟ وطبعا نصيحة الأسبوع في القيادة توت أوبسيون. بدون إطالة روحوا إلى وهران، إلى الأندلسيات، لزندلوز، باش نشوفوا الاختبار تاع لا غونو كابتور. لا غونو كابتور بيان سور اختبرناها في فرنسا، على شفتوا نهار الإطلاق العالمي، وإنما خطرة جديدة لكم الاختبار هنا في الجزائر في منطقة لزندلوز. إبيان شاءت الصدف باش نتلاقاو مع الجماعة اللي جاو يخيموا أو يصيفوا من منطقة تمن راسة الجو إلى منطقة وهران. إبيان اغتنمنا الفرصة باش نديروا معهم مزج ونبريزونت لكم لا كابتور هذه في إطار أن بو صحراوي مع الصيف. سي تان جولي ميكساج توت أوبسيون. نصوروا في لا نوفيل غونو كابتور اللي راهي مورايا. رانا هنا في في الأندلسيات في وهران. شاعت صدف انه نجيو لوهران الاختبارات دو سويت، سي كيما نقول لك بالفرح والسرور. إبيان وحنا نصوروا في لا نوفيل كابتور هنا تلاقينا مع خاوتنا ديال تمن راست، وراهم دايرين واحد القعده ماماي على بالكم، صحاب لو سود تاع قعدات وتاع حطات كيما راكم تشوفوا معايا. السلام عليكم. وعليكم السلام. واش حوالكم؟ لاباس؟ صافا؟ كاش اتاي ولا؟ كاين لا هو. يا خويا لا معليش نسقسيوكم برك. حنا حصه توت اوبسيون تاع النهار تي في تاع الطوموبيلات. الله يسلمك. إذا كان ممكن تفهموا المشاهدين تاعنا واش هي الحكمة تاع لاتاي، انتوما وين تقعدوا؟ راكم جيتوا هنا للشمال، راكم كيما نقول لك في رانا في فصل الصيف جايين هنا للشمال باش يتمتعوا شويه كيما نقول لك بالصيف والبحار والاخر، ولكن العادات تاع الجنوب تاع منطقه تمن راس اليس كذلك راهم حاضرين معنا. واش هو كيما نقولوا لو سيريمونيال هذا نتاع لاتاي؟ اسكو تقدر تفهمنا؟ اولا قدم روحك للمشاهدين. اولا معكم الاخ صلاح محمد، مسير وكاله سياحيه تمن راس. هي في اقصى الجنوب الجزائري، تبعد حوالي 2200 كيلومتر من الشمال نحو الجنوب، وتتربع على مسافة حوالي 550 ألف كيلومتر مربع، يعني أكبر من فرنسا. وهي يعني ذات منطقة سياحية معروفة عالميا، المناظر نتاعها الخلابة معروفة بالأسكريم، بالتصيري، بالنقوشات الصخرية، ومنطقة يتساكن فيها يعني الناس ياسر تشوارك. هذا الرجل الأزرق لون بلو، إنسان معروف من طياف ومكرام. وأول شيء احنا الضيف كي يجينا أول شيء نقدمه له هو لا شاي. عطينا الصحة. دونك على بالك وجدت لنا واسمو هكذا، الجماعة كاع يشربوا خو، ما تقول لي واش. ما كانش مشكلة، احنا دوك رانا جينا من طمن راست للوهران، رانا جبنا ضيافتنا وتقاليدنا كامل جينا للوهران هنا، وباش نعرفوا السكان تاع هذه المنطقة هذه بالمناظر الخلابة، وندعوهم لزيارة طمن راست في فصل الشتاء إن شاء الله. ومرحبا وسهلا بهم. وأول شيء كما قلت لك نقدمه للإنسان هو الشاي. الشاي عنده شروط، عنده دي كونديسيون بور لو بريباري. لا بريمير كونديسيون هو لازم الوقت، لو طون، هذه لازم عندنا وقت باش نديروا لاتاي. دوزيامو لازم عندنا النار، لا بريز، تكون عندنا النار باش نطيبوا عليها لاتاي. تروازيام كونديسيون يكونوا يعني الاحباب، ضيافين شوعنا فوالا اللمه تشوع القعده والقعده خالقه. الرابعه لاتاي انه في بارلي، يخرج منك لا ديسكسيون، تعطي الاخبار للضيف نتاعك اللي جا، والضيف اللي جاي من الناحيه هذيك يعطيك الخبر واش كاين فيه. انتم تشربوا اتاي واحد صح ولا لا؟ لا احنا لا سيريموني دي تي نتاعنا هي تروا فيل، لازمك تشرب الاول والزاوز والثالث. الاول نديروه بلا نعناع باش تذوق بنت. حبس قلت لي تسمى اللي يشرب الاول لازم يكمل الثاني والثالث. هادو لازم يشربهم ثلاث شهم. الاول يذوق غير البنه تاع الشاي، والزاوز والثالث يذوق فيه البنه ثلاث شاي وزايد النعناع. والرابع نديروه كي يكونوا الدراري معاكم، ماشيش انا فامي معاكم الدراري، هنا نديروا الرابع سبيسيال للدراري. دونك كاين اتاي رابع يا جماعه، هاي ليك المعلومات. شوف كي تبعوا طوبسيو كاين ربع اتايات ماشي ثلاثة، الرابع للدراري بصح كي ما يقبحوش. وي كيعودوا ترونكين هنا راه بار ريسبي واحترام ليهم، نديروا لهم سبيسيال الرابع ليهم، نشربوهم ليه. وفي لاتاي هذاك نتونسوا مع الضياف هادو ونعشقوهم ونحببوهم في المنطقة نتاعنا. عندنا في طمن راس الثمانية يعني عندنا كيما نقولوا سر في لاتاي هذا. كيجي الانسان من نيرفيه متقلق، ما كيشرب لاتاي يرتاح، وميم تو يان شونجمون دو كونفيونس اونتر لو فيزيتور و لابيتون.
وهذا داخل كل في حسن الضيافة عندنا هنا في طمن راس. نرحبوا نعاودوا مرحبا وسهلا وارواحوا عنا. ما عرفناش برك رحبنا بالاخ ثاني راه قاعد من الاخ ابراهيم مسير وكالة سياحية وجينا نشاركوا هنايا في المنطقة باش نكونوا نجيبوا عائلات من الصحراء للشمال ونتمنوا خوتنا وباغيين نحوا هذه من الشمال والجنوب حنا كجزائريين من تبس لطمن راس لتبس لتلمسان حنا كاع جزائري اللي عنده بطاقة خضراء جزائري تحية الجزائر وتحية الجزائر فوالا وعاش الجزائر حرة ومستقلة وآمنة إن شاء الله توت أوبسيون هنا دوك شربنا لاتاي شربنا لاتاي ضربت شربت لاتاي الأول لاتاي الثاني ولاتاي الثالث وربعت الدراري أما خويا العزيز نطلب منك تشاركنا برك في واحد الخاصية إلا ممكن تنوض وتعطينا رأيك في السيارة هذه احنا رانا هنا جينا باش نختبروا السيارات انتم في الصحراء تعرفوا مليح الكرار ها انتم تشوف الكاتكات تشوفوا الكاتكات هذه سيستم واحد نقول لك حاجة على اسكو هذا كاتكات ولا ماشي كاتكات هيا شوفوا معنا توت اوبسيون احنا عندنا في طمن راس الهلال معروفين نعرفوا الكاتكات وعندنا خبره في الكاتكات وهذا ما يمنعناش يعني باش نزيدوا نتعرفوا على دوتر موديل كيما هذه السياره اللي راني نشوف فيها رونو هذه معني انا شفت ليها دايرها كاتكات يعني راهي تبان ما شاء الله راهي سياره تبان لارج وواسعه يعني فاميليال ويقدروا يديبلاصوا بها الناس تاع عندنا الهلال في طمن راس كاين اللي يسكنوا شويه اليكار دو لا فيل لي بتيت بيست هذوك انا شوفوا لي يعني تري 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 وشويه نقطع لك كلامك بالعسل دونك هذا يسموه ان كروس اوفر كروس اوفر واش حاب يقول حاب يقول فيه مزج ما بين الحطه تاع كات كات ان اس يو في دو فيل يعني رباعي تاع المدينه وفيه الفضاء الداخلي تاع مونوسباس وفيه لا توني دو روت نتاع اون برلين يعني المخير تاع المخير اذا كما نقول لك سمحت لي العباره سؤال مرك اسكو السياره كيما هذه تقدر تساعدكم انتوما كمحسوب لسكان طمن راس اسكو تقدر تساعدكم يا ودي هذا على حساب لي زوبسيون اللي راك ترسم لما تنفعل احنا بريس كاع الكون تاعنا راك درتو لينا في هذه السياره هذه هذا الكون اللي راك درتو لينا السياره الشيء اللي عشقنا في هذا الموديل ونتمناه ان شاء الله تلحق للسوق تمانيه وما يخفاش عليكم رونو هذه راهي عندنا احنا قديمه معروفه وقت الرالي هذا نتاع باريس الجي داكار اللي كان يترافيرسي في ليزاني 78 79 هذه رونو بارمي لي فيكول اللي داروا يعني لا ترافيرسي هذه من الشمال الى الجنوب نفتح قوس السي محمد اللي راهو ضيف اليوم حصه توت اوبسيون كان عايش لو رالي باري الجي داكار ليس كذلك اكزاكتومون راك تفا واش من العام اللي جات سيتي بارمي ان رونو بارمي لي برمي فيكول اللي دخلوا للرالي في طمن راس واش من الكروسه ما تفاش لا 4 ال لا 4 ال جات ذاك الوقت في طمن راس في 78 حنا كي شفناها استغربنا سياره كيما هذه حنا عندنا دي بجيت 4 4 ذاك الوقت سياره كيما هذه اون كورسي لا بيس اونتر عين صالح طمن راس هذيك وهكا يعني الناس اللي جابوه عندهم كوره و سيتي لور بوت سي دو فير ديكوفرير لي جون هاد الموديل تاع السيارات توت اوبسيون ما تقدش تصاب لي في الرمل ولا شركات الهزه انت وصاحبك وخرج ومشي نورمال يعني تعقب بها نورمال او اليوم اللي رانا الحمد لله مع النوفو هذا موديل هذا رونو النوفو يعني اللي شوفوا عندنا هنا يقول لك الكات كات صغير حوايدك هذا وين جبتوه هذا وين كاين هاد الكات كات حوايدك حاجه كي حاجه باهيه نقول احنا حوايدك ساعه دوكا نزيدو دوك نطلب منك تطلع لداخل السياره واعطينا واش راك تفضل هاي الباب يا خويا ما شاء الله سياره تبان فيها كل لوازم يعني كاع لا تكنولوجيا راهي متوفره فيها وتبان سياره كيما نقولوا حنا واسعه الداخل وسياره فخمه اللي تلائم مع الشمال والجنوب هز سيارتك وهز عائلتك من طمن راس وروح للشمال حوس بهم في البحر ورجعها سا سوفو يعني باينه بالسياره زاد يعني تقنيه عاليه التقنيه يا ودي راني ما شاء الله موسع زين كيما الكاتكات نتاعي انا في طمن راس عندي تويوتا قليل السياره الصغيره اللي ندخل ونخرج من الباب ما حواس ضيق شويه مي هذه راهي ما شاء الله يعني تريزي راني كيما يقول لك تريزي واسعه ومرتاح فيها والديزاين واش رايك الديزاين يا ودي شوف ما من لا كولير والديكور اللي راه فيه يتاقلم يتاقلم مع لا ناتور مع لوكون تاع لو بيرسون يتاقلم مع موش فيها بوكو ديرو في الداخل ولا حاجه حاجه تري سامبل وميم طون سي بيان بريزونطابل
عندك درب فيها نوادر فيهم شويه اورانج من الفوق وسياره معمره بالفوق. فوالا ساتوم 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 جست جست مع لا كولير هذه والو بارك الله فيك. ونجو على سكريب هذه معرفوش تصور هذه لابد لو كان جاتنا تما نديروا بها خرجه ان شاء الله نديروا بها نوتور اكسبو تما عندنا ان شاء الله. عندك تجيك توبسيون لتامن راس ان شاء الله ونطلبوا فيها ان شاء الله. مرحبا وسهلا مرحبا وسهلا. ورينا لا سكريم هذا زين طيبونا لا تاعي لا سكريم. احنا عندنا على قمه واجمل كوش يعني سولي وليفل سولي في العالم ما راهو. وهذا يعني شيء كبير بالنسبه للجنوب الجزائري خاصة في عاصمة الهوكار هي طمن راس أعلى قمة تماك. توت أوبسيون. أعطينا شهادة اسكو جاوك أنت سواح أجانب وديتهم شفتوا لاسكريم كيفاش كانت لا رياكسيون ديالهم كي يشوفوا هذاك لو كوشي سولاي اللي عندنا في لاسكريم. اللي جاو يفيزيتوا طمن راس جاو من الجزائر ومن الخارج وديجا باش تطلع وترقد يعني دير أن بيفواك أون ألتيتي نتاع 2700 متر أون بليس تزيد 2800 متر وتشاهد يعني أجمل غروب وشروق شمس على مستوى العالم سي نوتر إسبري. اللي يعني الانسان ما يقدرش يعبر عليه لازم يعيشه لازم يجي ويعيش هذا الاسبري هذا باش يقول وي سفري. بارك الله فيك. فيك بارك ان شاء الله. توت اوبسيون. سيارات واحد يجي خارج خاف رجلك تلصق تما والله جنبك يقبض والله مي الحمد لله له ساعه. توت اوبسيون. السيد هذا من هواة السيارات ولكن ماشي السيارات يحب يقول يعرف طوموبيلات ولا سيما كان من لي زاكتور يعني من الناس اللي عايشوا لو رالي داكار ويعرف كيما قلت مام شخصيات كبار اللي جاوا في الجزائر دون رالي داكار هذا. عطينا لمحه شويه كيفاش كانت كي كان يجوز لو داكار هنا على الجزائر كيفاش كانت الحاله عندكم. شوف بكري لي سوفونير مسوب لي عندك من الرالي بكري احنا على الرالي هذا في 78 كي جا في دون دومين تاع نريد نريد تاع دي ديكوفيرت شغل توريستيك وجايب معاه الناس يكتشفوا كل الجيريه رايحين حتى لداكار. هذا السيد داك الوقت هو راهو ميت دروك يقولوا له تيري سابين. تيري سابين كي تشوف بكري على لا بيبليسيتي نتاع الباري الجي داكار تلقى تحت تي اس او تيري سابين اورغانيزاسيون. هو كان يترافيرسي هذه الصحراء ويوصل حتى لداكار افيك يعني كاع بريسك لي فيكول اللي كانوا اكزيستو ذاك الوقت. ومن بعد افيك لو طون هو راهو مات في اكسيدون هليكوبتر افيك هذاك الغناي بالافوان هذا في 87 في الحدود بين الجزائر والمالي جويه تيميمون. كي توفى هو ثمانية سون بار جيلبير سابين سي لوي كي غابخي لا ريبريز. واخر راري عندنا احنا في طمن راس هو في 88 توت اوبسيون في 92 قبل جانا لي دو ميزون هادو كيما ميتسوبيشي وسيتروين. ميتسوبيشي هادو ذاك الوقت كان معاهم برينو صابي جاو طمن راس في نوفمبر 92 بور فير ان ديكوفيرت يعني تاع لا بيس اللي رايحين يترافيرسوها بين طمن راس لا ريجون ادار ويخرجوا على العركشاش يدخلوا موريتانيا. وعند من كراو عندي في الدار هذا برينو صابي وليكيب نتاعو كانوا عندي في الدار وداروا لا ريباراسيون تاعهم تما عندي في الدار. كراو الكراج عندك كراجات كراو الكراجات عندك بور في لاتولي اكزاكتومون لا مانتونس نتاعهم تما داروها. وسيرتو كي جاو في 93 يعني في الرالي بارتيسيبون في الرالي جاو كراو الكراج عندي واحد اليومين تما وخدموا لونتريتيان وكاع نتاع السيارات نتاعهم ميتسوبيشي. اي سي لوي هو لو غانيون سي برينو صابي. ربح عليك ربح عليك في 93 ربح هو الباري داكار نتاع 93 توت اوبسيون. أعطينا برك من باب التاريخ كيفاش الحكاية باش مات تيري سابين كيفاش كانت الحكاية تاع الهليكوبتر هذا. هذاك الهليكوبتر بريميرمون لا في امتيت اون بان في لي مونتان طلعت على سكرم حدا الجبل تاع سوينن. الجبل تاع سوينن هذا كاين غروند اسباس تماك دارت انا تيريساج فورسي يا امتي اون بان لون ريباري من بعد